سؤالنا الثاني لحضرتك راح يكون عن بناء الشركات والبارتنرشيبس. استطعت تأمين شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل أوراكل وآي بي أم؟ برأيك كيف بإمكان أصحاب الشركات الناشئة أو الرياديين بناء مع شراكات مع هذه الشركات الكبيرة؟ وهل في طرق معينة للتواصل والتفاوض مع شركات مثل آي بي أم وأوراكل؟ صحيح، هاي نقطة مهمة جدا. أنت اليوم قد ما تكون إمكانياتك كبيرة، محدودة الشركات اللي بادية جديد، فأنت أول إشي بدك تحدد بالضبط إيش بدك تكون مقابل هالخط المنتجات الضخم. يعني بتقول أنت آي بي أم إنه خط منتجات ضخم، تستطيع أن تدعي أنك بشركة فيها كم ستغطي كل منتجات أوراكل؟ فحتى يأخذوك بالجدية الكافية عليك أن تركز على المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقوم فيها. يعني لو أجي أقول لأي بي أم بدي أمثلكم في كل منتجاتكم، أنا بضحك على حالي، صح؟ لكن لما يكون عندي 5-10 أشخاص بقدر أركز على خدمة واحدة. لهون أنا بنصح أنك أول إشي اللي بده يدخل مع هدول الشركات يدرس بالضبط شو بده يكون هو، يفهم ويقدم، يعني يدرس طلبات الشركة الكبيرة في احتياجاتها في الموزع. يعني هم بكتب لك بقول لك أنا حتى عين واحد في مجال كذا بدي عنده 3 certified engineers في كذا، 2 certified support في كذا، صح؟ فهم من الشركة الكبيرة الدولية ماذا تريد أو ماذا تبحث عنه في الموزع. كل الشركات الكبيرة بدها تبيع بالآخر، مصلحتها أنها تبيع وتلاقي شركاء جادين، فأنت لبي طلباتهم على طول بيجوك هم. فإذا إحنا درسنا طلباتهم في الوكيل أو الموزع وعملنا certification وأظهرنا الجدية والالتزام والصدق، كمان صدق مهم، مش كله أنا بدي أحط لك 5 وتحط لهش حدا. فأنت لما تورجي إنك أنت ملتزم عندك جدية وعندك وتدرس معايير التقديم، باخذوك على طول. ما شو بدهم هم؟ بدهم واحد جدي وواحد ملتزم وفوكست ومركز. هاي مهمة جداً.